اغتنمنا الفرصة للمشاركة في عملية مجموعة العشرين لتسليط الضوء على بعض وجهات النظر المهمة لدولة الإمارات، وشمل ذلك تأكيد على أهمية التنسيق العالمي، تعاون متعدد الأطراف، دعم الجهود الرامية إلى ضمان الحصول على اللقاحات والعلاجات كوفيد-19 بشكل عادل وبتكاليف ميسرة، دعم الوصول الشامل إلى التعليم الجيد، تسليط الضوء على دعم الدول النامية والأقل نمواً، التأكيد على أهمية تمكين المرأة، دعم الجهود الرامية إلى الحد من آثار تغير المناخ، التأكيد على الأمن الغذائي والمائي.